ريس ألف مبروك، الشباب الثلاثة طلعوا بخير وسلامة. الحمد لله. وجايين لهون شي؟ لا، بدهم يروحوا على بيوتهم، حالتهم تعبانة شوي. ريس شو بدنا نعمل نحنا؟ نروح لعند شاهين آغا مباشرة؟ ما حدا يروح لأي مكان ولا يعمل أي شيء. التلاتة عندهم عزة نفس، لهيك مو لازم نجرحهم. كلامه صحيح. وابي، على علمك مسكوا ساركان؟ هو ما كان هنيك. صار مثل ما بدي بالضبط، من بعد هلأ هو رح يوقع بحضننا. إلكار، انت خليك عم تعمل اللي عم قلك عليه بالضبط، ماشي؟ حاضر ريس. ريس خليه ياخد المصاري، تعب كتير هذا إلكار. ياخدها 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 ويعطيني ساركان، ياخد كل يلي بده إياه بس يسلمني ساركان. شكرا كتير إلك. ما في داعي تشكرني يا إلكار. بما أنك فياتني بهذا الوقت المتأخر، معناتها فشلت من جديد بشي قصة. أحكي، عم اسمعك. شغلي كله ما جاب أي نتيجة يا معلم. حسب الخبر اللي وصلني من شوي، قدروا يعرفوا وين محتجز الياس والبقية. هاي العملية تمت من قبل رجال داوود بيك. طيب ليش انت ما كنت هنيك؟ كنت عم مخطط لالتقي فيك، لهذا السبب طلعت. ايه وهي التقينا، بس ما يكون عندك خبر أسوأ من هاد. مو سيء معلم، بما انه ولا حدا من هدول الرجال حكى شي، كنت عم أقول لو نرجع لخطتنا الأولى مع إلكار. وانت شو بيعرفك إنه إلكار راح يحكي وقت ياخد المصاري؟ راح نعطيه جزء من المصاري بس يا معلم، ونقول له بس تحكي بنعطيك الباقي كله، وهيك منخلي إلكار بإيدينا. قديش بده مصاري؟ بالمرحلة الأولى 20 مليون دولار، وهيك منخليه إجباري إنه يحكي. جهزوا المصاري. إذا خربت هذا الموضوع كمان رح تموت. ما رح خربه معلم. شو هالغبي؟ يا أخي قلت لهم أنت جيبوه على البيت، بس يا ريتني ما إجيت مشان ما تشوفني أمي بهي الحالة. المهم أمك تشوفك شو ما كانت حالتك. نشفت دموع من البكي المسكينة. طيب يا أخي الياس، إذا منجيب لك الدكتور على البيت بتتحسن أسرع. ما في داعي للدكتور، ليش في دكتور أشطر منك؟ يا روحي أنت عم ادعي لربي ما ترجع تنهد، لا عليك ولا علينا.
آمين آمين. هذا عديم الشرف هرب معه. ما كان جوا يا عمي. في أي خسائر عنا؟ المعلم نوزت ما خلانا نشارك بالعملية، وما في غير واحد منهم بس انجرح. تيبي وشاهين آغا. مثل حالة عمي. عمي عمي على مهلك يا بنت، يا دوبنا هلأ طالعين من حادث. عمي كم حادث صاروا؟ إن شاء الله هذا الأخير حبيبي. عمي نحن صرنا كبار يا أما لا تكذبوا يا قولوا كذبة تانية. نحن ما كبرنا، من وين بدي أخلق لك كذبة جديدة هلأ؟ أمي مريم ستي وين هلأ؟ كانت عم تصلي بس الباب لساته مسكر. ابني 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 خلاص يا أمي لا تبكي، راح تخليني أبكي قدام الأولاد كمان. يا أخوك الكبير ما بيخجل من البكي قدام الناس، أنت بدك تخجل يا حبيب أمك. على مهلك أمي، على مهلك عم توجهي للولد. الأمهات ضربهم ما بيوجع. الغرباء اللي بيضربوا، على القليلة أنا بضربكن عن محبة. ولأني بخاف عليكم تنكسر إيديهم لهدنك إن شاء الله. الحمد لله على السلامة الياس. مرتخي أنا جوعان كتير. جاهز الأكل جاهز. تمام أنا رح حطهم بالصينية، بتحب جبلك ياهم لهون ولا بتاكل بالمطبخ؟ خليني أطلع لفوق غير تيابي وبعدين باكل. على مهلك عمي، على مهلك أنا رح ساعدك. أمسكوا. أخي بتعرف أنا محظوظ أكتر منك، لأنه أنا عندي كذا ابن أخ وأنت بس واحد. هي مزبوط، أنت محظوظ وأكتر مني، بس مو لأنه عندك أولاد أخ، لأنه ما عندك أخ أصغر منك. أخي حبيبي كل من شان تدفي حالك. ما بدي أكل. أخي هاد بيفيدك كتير، خليني طعميك أنا. أمينة لا تصري عليه، تركيه حتى يرتاح شوي. صهري قول يا تيبي. خود أختي وروح على بيتك. شو ليش عم تقلقنا يا تيبي؟ لا ترد علي، ما رح أطلع من هون. طولي بالك أمينة، بجوز يكون عازم حدا غيرنا. ما بدي أشوف حدا، أنا بدي نام. بس يا آغا ما بيصير تضل وحدك. هيك منيح، روح اندفس ونام هنيك.
عطش. إذا بده يعزم البنت مانا مشكلة. سكر. أخي رجع من الموت، كل شي رح يصير بعد هلأ أحسن من موته. هو ما قال شي أختي، قلت له على الطريق بدك خبر جونول إنك بخير؟ قال لي بعصبية. مين هي؟ هلك شو هاد؟ طولوا بالكن يا جماعة، بعد كم يوم رح نعرف شو قالوا له وشو حكوا معه بالسجن. يلا أمينة. أنا ما رح أجي. يلا أمينة. أتش، بالبرات في كل شيء. إذا بدك أي شيء خطي مفتوح. ماشي يا أختي، لا تقلقي أنت. آغا راحوا، أنا لحالي هون. آغا أنت حابب تحكي شي؟ أتش، أنا حابب موت. إذا كنت بدك تقتلني احكي وإلا اسكت. شكرا لك أخي. ليش بقى؟ لأنك بعدت كل هدول الناس من حوالي، لأنه ما عندي طاقة للتمثيل. الياس، ما في داعي تمثل قدامنا، نحن عائلتك. إذا كنت عم تتألم ما في داعي تخبي الموضوع. أنا ما عم أحكي عن الألم الجسدي يا مرت أخي، أكيد ما رح خبي هالشي. هو عم يقصد إسراء. في كتير شغلات أنت ما بتعرفها الياس. أنا عرفت الشغلات اللي ما بعرفها مرت أخي. ما عاد يهمني هالشي ولا بيهمني أعرف. الله العليم شو قالوا له جوا. ما قالوا لي شي يا أخي، فرجوني صورها، صور إلها هي ومرته هنن قاعدين ببيته. هالحكي شو بيعني؟ انسي يا مرت أخي، مو حابب أحكي بهذا الموضوع بنوب. أخي بكرة خليها تروح الصبح، أو أنا رح روح على بيتي. الياس اسمع، إسراء ما وافقت تصير الشاهد السري.
وفوق هاد سوزي راحت لعند رستم مشان تنقذك، ورستم قال لها إذا بتروحي وبتقتلي إسراء أنا وقتها بترك الياس. شو هالحكاية هي؟ إسراء هي اللي حكت لكم هالشي؟ أنا وقت رحت لهنيك كان سلاح سوزي براسها لإسراء، وإسراء قالت قتلوني إذا كان هذا الشي رح ينقذوا للياس. خلص خضر لا تضغط علي، لأنه واضح إنه نورجو شغلات قلبت له معدته. يستفرغ مشان يرتاح، لأنه الله أعلم على مين بده يستفرغ لسه. وين سوزي لكان؟ سوزي مانا هون. كيف مو هون؟ صاير مع شي؟ مشان ما يصير مع شي ونال هربة برات البلد. ها، على القليلة في واحد نجا منا يا مرتخي. النجاة منكم شغلة مانا سهلة أبدا. إسراء جوا بلا ما تسمع كلامنا. سوزي كتير ظريفة ومهضومة. ايه هيك كانت. المهم هلأ اني استرجع قوتي وصحصح مشان اقتل رستم ومارت. ويلي بعدهم ساركان. استجمع وبعدين روحوا بعسرة وخرب الدنيا. لك شو بدي احكي ما بعرف. اخي عم قلك اني شفت الصور، فرجوني اياها بعيني. ولك ابني تجاوزنا كل هاي المشاكل والكل رجع من الموت وأولن انت، وهلأ لساتك راكد ورا صور ملعوب فيها. فرجوني اياها يا اخي، فرجوني اياها. مو انا يلي بنعمل فيها الشي. وقت اجيت عبيتك لحتى انقذكن، اللي شفته بعيوني ما كان صور معدلة. سوزي كانت معك وهلأ راكد ورا صور إسراء يا فهمان. شت وطي صوتك. نحن اتطلقنا يا أخي، وأنا بقدر أكون مع مين ما بدي. بس هي ما بيطلع لها، ما هيك؟ ها؟ تمام، هلأ فرجيني حالك واقنع على مرت أخوك إذا فيك، وتصبح على خير. لا تضربيه كتير ريس مريم لأنه لساته تعبان. أنت طلع لفوق، جايك الدور يا ريس خضر. جايني الدور؟ ما كفاها الياس، إن شاء الله عجهنم كلياتنا. تيبي قوم مشان نفطر سوا، أنا أجيت مشان شوفك، عيب عليك، قوم يلا. بعدين منلتقي يا خضر. ما عندي حيل استقبل حدا. أخي إذا بدك منبعت أميني على بيتها ومنجيب جونول. روح من هون، روح، طلع من بيتي وطلع من حياتي، طلع من راسي كلها تكون. ماشي تيبي، وقت بتحب تشوفني ببيتك وبحياتك خبرني وقتها.
أخي خضر، شو وضعه هاد؟ عتيش، شو قالوا له بالسجن وشو خبروا؟ احكي. رئيس، ما خبرنا هو ولا كلمة. معقول الياس يكون حكى شي يا رئيس؟ مستحيل، بس الظاهر انه ساركان سممون. كيف يعني سممون؟ شو بيعرفني؟ بيكونوا عدلوا صور إسراء مع حدا تاني وفرجوها للياس، والله أعلم شو ورجوا لتيبي وشو خبروه كمان. واضح إنه خبروا لتيبي شغلات بتخص جونول. خضر، خليني جيب هالبنت لهون، بيسألها عن أي شيء، وإذا حب بيصدقها. أنت؟ إيه أنا. بصراحة أنا ما كنت حابة يلتقوا حتى ما يصير مجنون، بس خلص صار مجنون ومش الحال. إيه أختي، بس بعدين لا تكسري لقلبها. إذا هي ما كسرت بخاطري وقتها أنا ما بتدخل، بس إذا قالت لأ ما بيجي، وقتها بمسكها من شعرها وبشحطها لهون. هيك أنت ما فيك تعترض. شو عم أحكي ومع مين؟ صرتوا عيلة كلكم مجانين عن جد، ولسه بتقليلي إنه أخي صار مجنون؟ كل إمتين قبل ما تروح؟ لا لا، مو جاي على بالي، أخوك المجنون سد لي نفسي. رئيس. لوين رايح؟ على المزرعة، تعالوا معي مشان نحكي بموضوعه لساركان. يلا. اللي مين بدنا نحمله هالتفجير؟ فينا نحمله لأي منظمة؟ لا، لساركان. بس ما فيك تنقذه بعدين. إذا لازمني، بس بشكله ما رح يلزم. المهم تخلص هلأ بلا أخطاء. بعد كل جهودي هي، إذا ما قتل داود أونال بيربح، وأنا وأنت رح نخسر. فهمت علي؟ داود رح يموت وأنا واثق. ناطر اسمع الأخبار. هاي دفعة، وبكل مرة بعطيك 10 مليون. يعني ساركان أنا عم أقول 200 وأنت عم تقول 10. أنا شفت بحياتي عالم ما بتعرف تحسب، بس بعمري ما شفت مثلك أنت. اسمعني، أنت شو عطيتني؟ قلت لك من قبل كل شي على الطاولة. شي واحد؟ لا، هاي دفعة، وبس تخبر بعطيك 10 حتى أوثق فيك. أنا على الطاولة في 11 واحد، والمجموع 110، يعني خسارتي أنا 90 مليون. خسران من الربح. قصدك 90 مليون إلك؟ ايه هيك قصدي. يعني نصبنا على رستم يا شريك؟ ايه نصبنا عليه. بس إذا ما أخذ اللي بده إياه راح تكون نصبت عليه، وأنا وقتها بقتلك. يلا إلكار، خذ المصاري، حاجة مساومة بقى. هي كل أماكن مستودعات الأسلحة.
ومكان المصاري كمان. أنا عم أقول لحالي إنه داهم هالأماكن وصادرة وطالع البضاعة الناقصة ومنتقاسمها وقتها أنا وياك، شو رأيك؟ أنت مانك شريكي لهالدرجة. بكرة لا تختفي، شهادتك ضرورية بعد ما داهمت هالأماكن. لك أهلين شريك، أهلين. يلا امشوا. الكل يرمي سلاحه. ارمي سلاحك، ارموا سلاحكم. سيد ساركان، شو كان سبب عزلي أنا؟ كان مصالح شخصية، بس هلأ أنت خاين للوطن. ما بيهمني شخصك مين ما كنت تكون. يلا كلب، شو اوعى يا نوزات. هلأ رجعت لوعي. خدوه. شو بعرفني أنا يا فخري؟ يعني ليش ما قلت لي هالكلام قبل ما أكسر قلب ابني مبارح؟ مو حتى أعرف شو المكسور فيك يا آغا؟ أنا ما بفهم بهاي الأمور اللي بيسموها تنصت وما بعرف شو، ولا بمكائد هاي التكنولوجيا. أنا فكرت إنه ابني اعترف. هذا ابنك أنت آغا، بس ما فهمت كيف قدرت تشك بريها. شفت شو حالة الياس، فأنا قلت إنه هذا ما حكي. فكرت هيك إنه إذا كان ابني بيقدر يتحمل مثل ما تحمل الياس، وفوق هاد أنا راح ضحية الفتنة اللي عيني. أنا ما حكيت شيء أبدا. لازم تحاول كتير معه لحتى تراضيه، بس لعلمك كسرت له قلبه. تمام، بعرف بعرف. ما ضل غيرك لسه ما حكي معي، وهلأ رح يجي بعدك دور الريس خضر. يعني ما كان ناقصني غير اسمع بهدلة من ابني. لو ضلت ناقصة بلا ما تبقى ناقصة آغا، بلا ما يضل أي شي ناقص أبدا. يا ابني، أنا كسرت قلبك. أرجان، أرجان وينو؟ نادوا لأرجان بسرعة، بما أنه قال ابني معناها بده أرجان. لا تعمل هيك مع أبوك. مبارح أنت لقيت لحالك ابن، بس أنا اليوم ما بدي أب ما بيصدقني. ريها، شاهين آغا، تفضل عود.
أصلا أنت تعبان وابنك كمان ما نام للصبح، يعني زعلان. معلش لازم تعطيه شوية وقت. بلكي أنا متت بعد شوي. في حدا قلكن إنه أنا فيني أتحكم بالزمان وبالوقت شي؟ بابا فخري، يلا روح جيب هالولاد. خلي الريس خضر يجي، بلكي هو بيقدر يصالحكن. بابا فخري ما بيطلع بإيده يعمل شي. لا تخافي لا تخافي، ماني جاي لحتى أعمل لك شي. مراد صاير شي معه؟ شو هالمراد هاد؟ راح وما شفتي. يلا عادي قدامي لشوف. بتحبي تشربي شي؟ مالي نفس اشرب شي. مراد قال بده يجي لعندي، ما اتصل. هو ما اجا بس انتي اجيتي. شو صار له؟ نايم بالبيت وما بعرف شو. ما فهمت. ظلموه لأخي وعذبوه، واضح إنهم قالوا شي بخصوصك أنت كمان. أنا أجيت لعندك هلأ لحتى أسألك قبل شو ما كان صاير معك، قليلي لحتى أعرف. اسألي وأنا رح جاوبك على الأكيد. في شي غلط أنت عملتي؟ لا والحمد لله. قوليلي ولا تنسي تفكير أخي المجنون، ما عنده مزح بنوب. يعني في شي مرة صار ومسكتي إيد زلمة؟ أو رحتي أكلتي أو شربتي مع شي حدا تاني مثلا؟ تذكري يعني أي زلمة تاني حتى لو كان بيقربك. تذكري إذا عملتي شي بيخلي عقل أخي ينقلب. معقولة أنتي؟ إيدي هاي بحياتي ما لمست غير مراد، لا عقلي ولا حتى قلبي، ما رح يكون لحد تاني غيره. لو كان عندك عقل ما كنتي حبيتي لأخي، بس مش الحال. هلأ امشي قدامي، الزلمة صاير مثل الجثة، نايم بفرشته ورح يموت من الزعل والجوع.
بلكي من ايدك بيرضى ياكل شي لقمه، او هو رح يبهدلك. ما بعرف شو بصير. بدي اياك تلاقي حل. ليش عم تطلعي فيني هيك؟ انا كنت بعرف انك رح تيجي لعندي شي يوم وتقولي لي تعالي، مو مشان ساعدك، مشان تقتليني. لهيك مستغربة وعم اطلع فيكي. قولول طالعي أخي من حالته اللي هو فيها وخليه إلك. المجنون مجنونك، بس إذا حاولتي وما قدرت تغيري له عقله فهو رح يقتلك. بس إذا قلتي ما بتقدري وتراجعتي ساعتها أنا رح أقتلك. يلا امشي قدامي، تعالي مع كفنك. يلا تمام. يلا مزبيك، نحن ناطرينكم. بس أنا هلأ ناطر نوزت يا جيلام، رح أمشي. قال شي مهم يا أخي. شو صار يعني؟ أونال بيك ويلمز ارتعبوا يعني لأنه مسكنا لساركان؟ هني شو دخلون؟ خالي يمكن يكون لهم علاقة ومتفقين مع رستم، بس يجوا اسمعهم وبعدها روح على أنقرة. سمعت إنكم مسكتوا لساركان. أخيرا مسكناه خضر علي. أخي هلأ رستو ما رح يوقف ورا زلمته؟ بس يخلص مصلحته مع حدا، وحتى لو كان أخوه. انتو شفتوا رستم شو بيعمل بس يخلص شغله، مو هيك؟ شفنا يا خالي شفنا. لهيك نحن عم نقلك بيكون منيح إذا بتشوفه لأونال. نوفزات أمور يلمز معند قال بده يجي ويقلي شي مهم كتير كتير أصر على الموضوع. خليك هون وشف لي شو الشي المهم. طيب وانت سيدي؟ أنا رايح على أنقرة اليوم، حسن بيك دعاني على اجتماع مستعجل وضروري. أكيد لأنه قبضنا على ساركان. لا مو لأنه مسكنا ساركان، بتوقع مشان يعين الشخص اللي رح يكون محل ساركان. ومين رح يكون خالي؟ ما رح ترجع على وظيفتك؟ لا أنا طلعت على التقاعد قلب أصلاً. اللي رح يجي ويكون مكاني نوزت. مبسوط بمكاني سيدي وما عندي هيك طلب بنوب. بالنتيجة هذا المكان اللي رح تستلمه مو منصب انت بتطلبه يا نوزت،
منصب بالاستحقاق. وانت بتستحق تكون بهذا المكان وزيادة. ألف مبروك. لا، نوزت، بعمرك لا تنحني إلا قدام شعبك، وحتى لا تنحني قدام الإيد اللي ربتك. أنت بتأمر سيدي. نعم، أمري الأخير. يلا لنشوف يا جماعة، ها؟ أخي، لو روح أنا كمان معك على أنقرة، لأنه هلأ بيجي أونال جايب معه ورود وشوكولا ورح يقعد يتلف لي أعصابي. لا، هاي ما عاد مشكلتي إلي، هاي مشكلة خضر. وأنا شو علاقتي يا خالي؟ ما عم بيقصدك يا ابني، أبوك بيعصب من هاي الشغلات. قلب أصلان، أنت نادي لعمك خليه يجي كمان، خلي أونال يقول اللي بده يقوله لخضر ونوزت. كلام خالتك مزبوط، خبروه لخضر وخليه يجي كمان، لأنه إذا كان أونال عنده خطة تانية فهو رح يفهم. هلأ بناديله. وهلأ بخاطركن. انتبه على الطريق وارجع لنا بالسلام. ماشي قلب أصلاً، هلأ أنا بخبره. شو عم يقول؟ أول شي مبروك علينا كلياتنا، نوزت بيك هو اللي استلم رئاسة المخابرات. ألف مبروك إلنا كلنا. كله بفضل هذا المايع إلكار. قديش كان في مصاري بالشنطة ولك إلكار؟ بس طالما المصاري إلي أنا أخذت 10 مليون. أوه، حلال عليك يا زلمة، مو هيك يا رئيس؟ معلش معلش، معناتها بتشتري هدايا بمليون لكل واحد فينا. لكل واحد ساعة يا رئيس، يعني خاصة لشاهين آغا وتيبي والياس، قليل هنن شو تعذبوا معنا يا رئيس. انت ساعتك عطول ما بتزبط على وقتي، ما بدي. وكأنك ما بتساوي إلا الصح عطول. مبارح قلع ابنه. قلعت ابنك؟ عطيني يا لهذا ريها بسرعة يا شاهين، خلي يكون عندي ابن مثله، وخلي يكون علي مليون دين لهذا إلكار. استنى استنى، بلا ما يكون في إلي دين عليك يا إندر، أنا ما باخد منك شي بالمرة. بكفي، ما خليته فخر يكفي كلامه. الزلمة قال الخبر المنيح ومبين إنه في خبر سيء. لحظة 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 لحظة، ما بدي أخبار سيئة هلأ بالمرة. ما بيطلع لنا نضل مبسوطين شوي شي مرة بهالعمر؟ أنا ما بقدر أتحمل خبر سيء يا ريس. ما في شي سيء، مو هيك يا فخري؟ مو سيء يا ريس، أونال بيك طلب إنه يلتقي مع داود بيك، بس داود بيك راح على أنقرة وقال نوزت والريس خضر خليهن هنن يقابلوه بهاللقاء.
منيح، خبره وخليه يجي. رئيس؟ بدك تخلي رئيس المخابرات هو يجي لعندك؟ هذا الحكي كان زمان، خلي نوزتي قابله. هاد مزبوط، كلامك صحيح. أنا قلت هيك لأنه هذا أونال بده يروح لعند جيلان، عم يعمل هيك مشان يغيظني وبس. يا رئيس، معناتها أونال رح يحكي مشان رستم. أساساً أنا بدي أحكي معه بخصوص رستم. قلت له مبارح إنه بدك تجمع لي رجالك ورح يموت رستم. شو قال هو؟ شو دخلك شو قال؟ ها؟ رح تجي وتقعد على الطاولة على أساس هالشي؟ بما أنك كسرت قلب ابنك معناتها لك مكان بالطاولة، بس يموت رستم. خلي الطاولة إلكن أنتو. أنا فكرت وقت كنت بالسجن، هدول اللي عملوا تعديل على مقطع الصوت أكيد بيكونوا عملوا نفس الشي مع تيبي، وهي مو حالة منيحة. خبرك بهالشي؟ أخته عم تحاول معه لحتى تخليه يحكي. بدل ما تشتغل فيني روح اشتغل بتيبي يا خضر. رفض هالشي هالمجنون، وكأني أنا اللي كنت السبب بانفصاله عن جونول حبيبة قلبه. ما بعرف بشو تسببت انت يا خضر، بس كلامه مبارح كأنه كان قصدك يلك مشان يكون بعلمك. خلوني روح لعند نوزت لحتى أعرف هالموضوع، ولا شوف شو عامل عديم الشرف ساركان وشو قايلون وشو فرجاهن كمان.